أولا البرلمان ليس له صلاحية في مناقشة هذه الاتفاقية. مجرد تصدي البرلمان للنقاش باطل ومخالف للدستور وعدوان على الدستور المصري، بالتأكيد سيخلق صراع ما بين سلطتين يعني دستوريتين، هما السلطة القضائية والسلطة التشريعية، في حال إذا ناقش ووافق البرلمان، وفي حال ما تأكد الحكم من القضاء الإداري بما هو متوقع وفقا لتقرير المفوضين من أنه سيحكم بأن هذه الاتفاقية منعدمة وباطلة. فإحنا أمام انتهاك فج للدستور، مخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة من الفقرة الأخيرة من المادة 151 في الدستور، لأنها تمنع دستوريا أي اتفاقية في حالتين: إن الاتفاقية تكون بتخالف أحكام الدستور، أو إنها تكون بتتنازل عن أي جزء من الإقليم المصري. فإحنا الحقيقة مقبلين الآن على أزمة دستورية، صراع ما بين سلطة التشريع وسلطة القضاء، لكن بالأساس مقدمين على مخالفة واضحة للدستور بالتنازل عن جزء من أرض مصر. موقف الشعب المصري بالذات قواه الحية وشبابه كان واضح جدا من أول يوم. المظاهرات اللي شهدتها مصر، هذا العدد من الفتية البواسل اللي قضوا في السجن فترة طويلة باعتبارهم سجناء الأرض، حركة كتيبة المحامين البواسل اللي تصدوا للدفاع أمام القضاء ونجحوا في أنهم يستصدروا حكما تاريخيا من محكمة القضاء الإداري ببطلان هذه الاتفاقية، حركة المثقفين الذين تحدثوا واستخرجوا وثائق ثابتة وقالوا كلمتهم، مشاعر المصريين بشكل عام اللي هي أحرص ما تكون على دم شهدائها وعلى سيادة مصر وعلى أرضها، أعتقد أن هذه الاتفاقية من المستحيل أن تمر.